وفي كلام لسه مهم كتير عايزين كمان نتكلم عنه، وتم بالفعل الإعلان عنه بالأمس، وهو فكرة هنا إن الرابطة كمان بتسعى يا كريم لعودة حضور الجماهير بشكل كامل بقى وكاملة العدد. ده هيكون مشروع بيتم العمل عليه دلوقتي أو حاليا. وخلينا برضو ما ننساش إن الفترة اللي فاتت لو بصينا كده هنلاقي إن كانت أحد الإنجازات أو أحد أكبر الإنجازات كمان للرابطة هي عودة الجماهير للمدرجات تدريجيا أو بشكل تدريجي. كان أمر أعتقد مهم جدا ومطلب كان الناس كتير قوي بتطالب بيه وبتقول لك طب هو احنا يعني امتى بقى هنرجع؟ كان دايما التساؤل ده عندنا، هو امتى يا جماعه الجماهير هترجع؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم بشكل ان شاء الله كامل او كامل العدد هيعود او هتعود الجماهير مره ثانيه، وبنتكلم كمان عن عوده مش بس عدد كبير من الجماهير، الروح، روح المباريات في الحضور الجماهير بتبقى مختلفه طبعا بشكل كبير جدا. طبعا كلنا مرينا وشفنا الملاعب المختلفه كمان من غير جماهير، مش بس كره القدم بتبقى ازاي ملهاش طعم حقيقي. صحيح. فكرة كمان على الصعيد تاني عشان الواحد يبقى فار، الالتزام اللي كان موجود من قبل الجماهير كان بيأكد ان فكرة نجاح عودة الجماهير مرة تانية. ما هو انا لازم برضو يبقى في مقياس بعود عليه مرة اخرى، وده اللي حصل فعلا من الجماهير، الالتزام اللي ربما، وخليني برضو اتكلم بمنطقية وشفافية شوية، ربما احنا كنا بنمثل مشهد مش موجود عند دول اخرى، ومش هتكلم بس عن دول عربية أخرى، لا أنا هتكلم عن دول أوروبية. يعني كنا بنتابع مباريات متعددة وكثيرة جدا، والأندية لها اسمها يا كريم، وكنا بنشوف أحداث شغب وأحداث صحيح. عنصرية ومشاهد سيئة جدا كانت بتحصل في المدرجات في أندية أوروبية كمان، مش بس في العالم العربي، لكن إحنا ما كناش بنشوف ده مؤخرا عندنا. فده يدل على نجاح فعلا جماهيري كبير جدا وثقافة كبيرة جدا. فأنا أعتقد إن شاء الله ده هيكون خطوات، أو دي هتكون خطوات جيدة لعودة مرة تانية وتطوير مرة تانية الكرة المصرية. نتمنى طبعا ذلك. على كل حال في كان طبعا امبارح لقاءات كتيرة جدا، خلينا نروح نتابع هذه اللقاءات اللي كانت على هامش طبعا الحدث ونرجع نكمل. الحمد لله طبعا ان احنا اللي قلناه يوم القرعة وحضرتك فاكر الكلام دوت، وقلنا كل الارتباطات، انما زاد عليه ارتباطات اخرى كاس العالم الانديه وشارك في النادي الاهلي، طبعا دي حاجه كويسه لمصري طبعا ان النادي المصري والنادي الاهلي راح يشارك في كاس العالم الانديه، ما نقدرش نقول لا او ما نقدرش نتناقش فيه، انما كان قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي، وتوقيت البطوله كان برضو مفاجئ، ما كانش موجود وجود على الخريطه اصلا في الاجنده واحنا بنتكلم في بدايه الموسم. عندنا كان مؤتمر المناخ، مؤتمر كبير جدا، كنا لازم ان احنا ناخد تاجيل فيه اسبوع. عندنا 2 سوبر اتلعبوا، عندنا كاس مصر كان فيه 3 ادوار من الموسم اللي فات، وكان فيه نهائي كاس مصر، وكان وقت كاس العالم الانديه لما اتكرر، فبالتالي تم تاجيل نهائي كاس مصر وبعد كده لعبناه. كل اخذ ده من التوقيتات، ورغم كل ده الحمد لله احنا 30/8 كنا خلصنا الموسم اللي فات، الموسم دوت 30/7 بالاخر مباراه بتاعت الاهلي بتاعت الكاس، فبالتالي كل الامور ديت عشان نبدا الموسم ينتهي 30/12 من كام موسم في شهر 12، ونبدا في شهر 10 بعدين نخلص في شهر 7، طبعا ده اكيد انجاز كبير، وان شاء الله اللي جاي يبقى اسهل ان شاء الله. حاج عامر، قبل ما اتكلم على تفاصيل خاصه بالموسم الجديد او الموسم القديم، وجود رابطه الانديه وان انا اعمل مؤتمر للموسم الجديد في احد اهم المشاريع الاستراتيجيه للدوله المصريه وهي العاصمه الاداريه، ودور الرياضه ودورك كواحد من الرياضيين والدور الوطني اللي هو جزء لا يتجزا من هذا الوطن، اعتقد رساله مضمونها الدوله المصريه وقوتها وزي ما نقول الجمهوريه الجديده، والنهارده ان انتم تكونوا موجودين هنا في العاصمه الاداريه اعتقد رساله مهمه جدا. اكيد طبعا اختيار موفق جدا، لان طبعا احنا من غير الدوله الرياضه مش هيبقى في رياضه اصلا، وحضرتك عارف ان الدوله ورئيس السيسي اهتمام كبير، راجل هو راجل رياضي ورياضه كل يوم بيلعب الرياضه وبيشجع الناس على الرياضه وركوب العجل، يعني راجل رياضي، فطبعا بيساعد كل المنظومه الرياضيه، فلازم المنظومه الرياضيه كلها تجاري السياسه ديت، فعشان نيجي المكان ده طبعا مكان موفق جدا واختيار موفق جدا. لازم نساعد طبعا المنظومه كلها السياسيه والاجتماعيه، ودايما اتحادات حتى الاتحاد الدولي بيقول لك ان الاتحاد الدولي لكره القدم بيقول لك اللعيبه والمسؤولين لهم شق اجتماعي بجانب الشق الرياضي ومسؤوليه اجتماعيه قبل كمان المسؤوليه الرياضيه، لان الاثنين بيخدموا على بعض.
وده الدور اللي لازم طبعا بتحاول الرابطة الحقيقة اللي عاملة مجهود كبير خلال سنتين، واحنا اخذنا امور متقدمة كتير، وان شاء الله هيبقى اللي جاي افضل بكتير، لان احنا دايما بنجري بنجري بنجري، يعني تلاقي كل الدول بتخطط وفي هدوء وبتاع، انما احنا جينا من فترات 2011 ومشاكل وتوقف كورة، وبعد كده احداث بعض المباريات اللي مش عايزين نفتكرها، فبالتالي انت بتقعد تجري عشان تلحق الامور التانية. يمكن احنا دايما بنظلم نفسنا شوية، واخرهم زي بنلعب كوره لغايه دلوقتي، والمغرب عملت، والمغرب مثلا هتبص جنبك كده ناحيه اليمين المغرب هتلاقي النهارده في مباراه الرجاء والوداد المغربي بيلعبوا النهارده، الدوري الجزائري لسه خالص من 4 5 ايام، وكل دول اقل مننا عدد في الانديه، ما مروش بالمراحل بتاعتنا، ما لهوش دوري مره بشهر 12، فبالتالي كل الامور ديت لازم الناس يعني تصبر علينا شويه، وما ينفعش نقول شوفوا شوفوا شوفوا، لا احنا الحمد لله احنا منتخب اليوم من امبارح، كل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المحلي وطالعين من الدوري المحلي، الفريق المغربي كله بيلعب في الخارج، ما بيجوش المغرب خالص، ويمكن المذيع المغربي امبارح يعني شوف احنا بعكس ان احنا بنقول ان ده عيب عندنا سلبيه، هو بيقول عن سلبيه ان الدوري المغربي ما طلعش اي حد في المنتخب الاولمبي ولا في المنتخب الاول، فنتمنى ان شاء الله بس نصبر على بعض شويه كده والامور تبقى كويسه. اولا انا برحب بيك وبرحب بكره النادي الاهلي، حابب ان انا الاول ان انا اشكر يعني النائب احمد دياب على دعوته الكريمه ان احنا نحضر احتفال ومؤتمر زي ده. انا شايف ان النائب احمد دياب او رابطه الانديه المحترفين عاملين شغل اكثر من رائع خلال المرحله اللي فاتت، وشايفين في تغيير احنا في الدوري المصري نفسه، فانا بتمنى له ان شاء الله كل توفيق. انا بقول ان التنظيم رائع جدا جدا، المكان زي ما حضرتك قلت في ذكاء ان هم يختاروا هذا المكان، انا بصراحه كنت اول مره اجي النهارده العاصمه الاداريه، انبهرت بالموجود انبهار غير عادي، وشايف شكل بصراحه اللي انا بسال نفسي فيه هو ده اتعمل امتى؟ اللي انا موجود فيه ده اتعمل امتى؟ ولكن انا لا، حاجه محترمه جدا جدا، وانا شايف ان هما يعني لما يتقال على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل عاصمه اداريه جديده، انا بقول له بصراحه بحييه يعني على عمل حاجه اكثر من رائعه، شكله محترم جدا جدا، اتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول ان احنا نشوف حاجه كويسه المرحله الجايه. لا انا شايف بدايه البدايات ان شاء الله النهارده بهذا الاعلان اللي موجود، وان مفيش دوري في العالم بدون مسمى، النهارده لما يكون في دوري بمسمى جديد في الموسم القادم ان شاء الله دي بدايه نجاح وبدايه البدايات ان شاء الله في المرحله الجايه.